السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا عارفين المشمش الايام دي مالي الاسواق، وجميل جدا. ده الموسم بتاعه بيخلص بسرعه، نحاول ان احنا نستغل الموسم بتاعه ونعمل منه بقى المربات والحاجات اللي بتفيدنا طول السنه. كمان ممكن نعمل منه كومبوت. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض مربى المشمش. تابعوني في الفيديو، هنقول تريكات مهمه جدا علشان المربى تطلع معانا ناجحه 100%. يلا بينا مع بعض نشوف مقادير وطريقه التحضير. دلوقتي بعد ما المشمش بتاعي غسلته ونضفته كويس جدا وفصلت النوى بتاعته عن الجسم بتاعه او عن اللحم بتاعه، طبعا بكون منتقية تماما الثمار كلها، ما تكونش فيها اي حاجة بايظة او معطبة علشان يطلع المربى بتاعي تطلع ممتازة بدرجة 100%. بدأت نزلت عليها بعد كده، نزلت على انصاف المشمش اللي معايا بالكمية السكر. في ناس بقى بتحب المربات بتاعتها تكون مسكرها بنسبة عالية، وفي ناس بتحبها مظبوطة. يعني اللي بيحبها مظبوطة هيحط على كل كيلو كوبايتين من السكر، واللي بيحبها مسكرة بدرجة اعلى شوية بيحط على كل كيلو 3 كوبايات من السكر. دلوقتي اهم بقى تركه بالنسبه للمربى بتاعتي، ان انا بعد ما احط عليها السكر وبغطيها تماما بالسكر هبدا ادخلها التلاجة واحسبها ليله كامله. ليه؟ هنعرف بعد كده لما نخرجها من التلاجة. ليه انا سبتها ليله كامله في التلاجة بمحلول السكر بتاعها؟ يلا بينا نشوفها بعد ما يمر عليها ليله كامله في التلاجة. ودلوقتي انا خرجت المشمش بتاعي اللي انا كنت حاطه عليه سكر، كميه السكر اللي تناسب الكيلو، خرجته من التلاجة بعد مرور 12 ساعة او لما سبته في التلاجة من بالليل للصبح. هبدأ دلوقتي افتح عليه البوتاجاز النار، بسم الله الرحيم، هسيبه على نار هادية واحدة واحدة مع بعض، هنشوف كل الخطوات مع بعض ان شاء الله. بس مبدئيا كده هو السكر داب وعمل معايا محلول سكري مع المشمش بتاعي، فدلوقتي بقى هسيبه لغاية ما يبدأ يغلي وهنشوف المراحل كلها مع بعض بإذن الله. المفروض ان انا اشغل النار عليه على نار متوسطة، لا هي عالية ولا منخفضة اوي، نار متوسطة تكاد تكون هادية. يعني اي حاجة بعملها مربى، اي نوع من انواع الفاكهة اما بحب اعملها مربى المفروض اشغل عليها النار تكون متوسطة، يعني هادية مش متوسطة، يعني لحد ما تكون يعني اعلى من الشمعة بس ما تكونش عالية. تمام. ودلوقتي بدأ الريم يظهر على وش المشمش بتاعي، فهبدأ ان انا انزعه كده، بسم الله الرحيم، اتخلص منه اول باول، بس هستنى لما يتقل كده ويدخل معايا، مش اول ما يظهر الريم هشيله، لا استنى لما يتقل معايا وابدأ ان انا اشيله واتخلص منه تماما، لان لو سبت جزء من الريم ده في المربى بتاعتي بيبوظها وبيعملها بكتيريا، علشان كده بحاول ان انا اتخلص منه باستمرار. تمام، لغاية ما يخلص معايا نهائي. وكمان في خطوة مهمة جدا، اكيد طبعا جوانب الحلة معلق عليها كده السكر على جوانب الحلة، فبحاول ان انا برضو ان اتخلص منه اول باول علشان ما يسكر ليش المربى بتاعتي لما تستوي، عن طريق فرشة كده مبلولة بمية عادية خالص، وبحاول ان انا اتخلص من السكر الزايد، بسم الله الرحيم، على جناب كده بفرشة مبلولة مية عادية خالص عشان اتخلص من السكر ناشف على الجناب او اعمل بلورات كده على الجناب، مع الغليان طبعا بيظهر لي، وبحاول ان انا اتخلص منه اول باول لاني لو سبته هيسكر معايا المربى بتاعتي، وهكذا هفضل بقى اشيل كل الريم اللي بيخرج ده على الوش واتخلص منه هو كمان، علشان ما تبقاش المربى بتاعتي فيها اي جزئيه من الريم نهائي. تمام، وعلى نار هاديه وبس، يعني على طول بقلب باستمرار، مش بوقف ايدي خالص ومش بسيبها وابعد عنها، لا ببقى متواجده معاها باستمرار على نار هاديه وافضل اقلب فيها باستمرار واشيل الريم واشيل كمان زوايد السكر اللي على الجناب بالفرشه زي ما شفتوا حضراتكم معايا. دلوقتي بعد ما اتاكدت ان كل الريم اللي ظهر على الوش انا نزعته خالص وشيلته نهائي، حتى الحاجات البسيطه دي برضو بحاول ان انا اتخلص منها لان وجودها ممكن تبوظ لي المربى بتاعتي، طبعا احنا متفقين على كده. كمان في نقطه مهمه جدا، ان انا بحاول كل شويه امشي بفرشه كده فيها ميه علشان لو في اي زوايد من السكر بحاول برضو ان انا اتخلص منها علشان ما تسكرليش المربى بتاعتي بعد كده. تمام، شلت الريم كله، شلت الزوايد السكر، هنزل بقى بعصره نص ليمونه كده محترمه. تمام، وهبدا ان انا برضو اقلب المربى بتاعتي على نار متوسطه، بس تبقاش على النار عالية، وابدأ اشوف القوام بتاعها كده ما شاء الله بدأت ان هي
تبقى مربى فعلا. هجيب طبق كده واختبرها فيه، هدخل الطبق قبل ما اجيبه واحط فيه مربى، هدخل الطبق في التلاجة اخليه ياخد تبريد في التلاجة شوية، وبعد كده هنشوف الخطوة اللي وراها ايه، لان انا هنزل بجزء من المربى في الطبق بعد ما خد تبريد في التلاجة، وهنشوف مع بعض الخطوة دي. ودلوقتي الريم اختفى تماما من عندي، تمام، ونزلت بعصرة الليمون اللي قلت لحضراتكم عليه، عصرة نص ليمونة. فهبدأ اخد بقى جزء كده واختبره في طبق اكون دخلته التلاجة، وهنزل بيه، هنزل بمعلقة من المربى على الطبق اللي انا دخلته اوريدي في التلاجة وخدت تبريد شوية، تمام. لو اتحركت المربى هعرف ان المربى لسه عليها شوية في استوى، لو ما اتحركتش وثبتت واخدة القوام بتاعها يبقى خلاص زي الفل. ما شاء الله زي الفل، هطفي عليها دلوقتي زي الفل، يبقى كده المربى بتاعتي تمام. اوكي، نقطة بقى مهمة جدا، حابة اسيبها انصاف كده، تمام، حابة ان انا اضربها بالهاند بلندر عشان انعمها واخليها تبقى سوفت كده للجرنش بتاع اي حلويات، ده بيرجع للذوق الشخصي. انا بالنسبة لي هاخد جزء يكون انصاف كده وجزء تاني هضربه بالهاند بلندر علشان هينفعني في الحلويات، وهسيبها لما تهدى تماما هدخلها في البرطمانات ونشوف بعد كده مع بعض الخطوات اللي جايه. دلوقتي المربى بتاعتي لما هدت الى حد ما شويه، ما بردتش بدرجه 100%، حطيتها في برطمان انا معقماه، وفي معايا برطمان تاني انا معقماه برضو. هبدا ان انا اضرب الباقي بتاع المربى بتاعتي اللي موجود في الحله، هضربه بالهاند بلندر عشان انعمه، وانا عايزاه الجزء التاني ده يكون بيوريه، يعني هحتفظ بجزء انصاف وجزء بيوريه. هبدا بقى ان انا اضربه بالهاند بلندر وانعمه، وبعد كده نرجع تاني مع بعض ونشوف بقيه الخطوات بتاعتنا. بس مبدئيا احنا متفقين ان التعقيم له طريقتين، ان شاء الله تبقوا، هبقى اسيب لكم اللينك بتاع التعقيم في صندوق الوصف باذن الله، علشان كنت اتكلمت عليه في الفيديو بتاع الكومبوت بتاع المشمش. دلوقتي هنعمل باقي المربى بتاعته ونرجع تاني مع بعض. دي مربى المشمش اللي احنا عملناها مع بعض خطوه بخطوه، دي الجزئيه اللي انا عملتها بالهاند بلندر، شايفين قد ايه جميله وسلسه ولونها فاتح جدا ما شاء الله، مش بتجري، يعني اما بحركها بتتحرك معايا مش بتجري، يعني ماسكه نفسها ولسه كمان هي دافيه، كل ما هتبرد هتتماسك اكتر. وكمان معايا هنا الجزء ده من المربى اللي انا عملتها قطع، سبتها قطع وحطيتها في البرطمان ده معايا هنا، دي قطع المربى بتاعت المشمش، تمام. وهنا عملت، حطيت البيوريه، الجزء اللي عملته بيوريه مع حضراتكم، تمام زي الفل. شايفين حضراتكم من كيلو مشمش واحد عملنا كمية محترمة جدا جدا، نظيفة وواثقة فيها وطعمها تحفة طبعا، وقوامها في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين. يا ريت نكون ركزنا مع بعض في الفيديو كله، قلنا كام تريكة مهمة جدا جدا عشان انجح المربى بتاعتي، اهمها ان انا ما احاولش اجيب مية خالص على المربى بتاعتي بعد ما بتستوي، استخدم طبعا البرطمانات علشان احط فيها المربى بتاعتي تكون متعقمه، يفضل يكون البرطمان دافي والمربى دافيه، ولما احط المربى في البرطمان يكونوا الاثنين دافيين، وما احاولش ان انا اغطي البرطمان نهائي بالغطاء بتاعه عفوا الا بعد ما يبرد تماما، يكون بدرجه حراره الغرفه ابدا ان انا اغطيه بالغطاء بتاعه، لان لو غطيت المربى وهي لسه دافيه او البرطمان دافي لو غطيتها ايه اللي هيحصل، ان هي هتعرق معايا وهتنزل قطرات من العرق اللي هو الميه بتاعتها داخل المربى، وبالتالي هتبوظ المربى بتاعتي. كمان وانا بسوي المربى بتاعتي على النار اهم حاجه ما سيبش فيها اي جزء من الريم بتاع المربى خالص، لان لو سبت جزء الريم ده هيكون يعني بيئه مناسبه جدا للبكتيريا وهتبوظ المربى بتاعتي. واهم حاجه ما ننساش عصره الليمونه برده عشان اضمن ان المربى بتاعتي ما تسكرش معايا. يا ريت اكون فدتكم، يا ريت الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وان شاء الله هسيب لكم برده اللينك بتاع التعقيم بتاع البرطمانات في صندوق الوصف باذن الله، عشان كنت عملته مع حضراتكم في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع كومبوت المشمش. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، اللي يعجبه الفيديو بتاعي يا ريت يعمل لايك ويعمل شير عشان اكبر عدد من الناس تشوفه. لو ما كنتيش مشتركه معايا في القناه يا ريت تعملي سبسكرايب وتنوريني فيها وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي باذن الله. كنت مبسوطه جدا النهارده معاكم، يا رب تكونوا قضيتوا وقت كويس جدا معايا النهارده. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.